اخواتي اخواني، لاباس عليكم؟ هانيين وصباركم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اليوم سيوة جديدة من سيوة ليلى وسلمى الأميرية، مرحبا بكم. اليوم سيوة اللي غندير لكم اليوم هي معجون الزيتون. هو الزيتون كيكون عندك او يا قديم يا جديد، المهم يكون عندك الزيتون في الدار. هذا الجديد اللي دخلت عليه هذه المره، دخلت عليه سريحه مطحونه. ممكن ناخذ زيتون كنقي نحيد منه العظام، ناخذ نص كاس تاع الزيت زيتون منقي، نص كاس تاع الزيت الزيتون، معلقه كبيره ديال المعجون ديال المعدنوس والقزبر والثوم، معلقه كبيره ديال الحامض المصير، ومعلقه صغيره يعني مصطاب بالهريسه. كناخذ هاد المقادير كلها كنطحنوهم في المولينيكس او في لاله الحادقه بدون ماء او دون ملح، لان كلهم مالحين كلهم حامضين. بهاد المقادير كنديروا نص الخليط بهاد المقادير هادي كلها، ونص الخليط كنزيدوا عليه 3 المعالق او 4 ديال السريحه المطحونه، السريحه الجافه او التين الجاف. تابعوا معنا الطريقه التحضير حتى الاخير، وشكرا للمتابعه ديالكم بزاف بزاف، شكرا للدعم ديالكم اخواتي اخواني. ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو، الله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء وهذا البلاء، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. خليكم في امان الله مع تتمه الفيديو، شكرا للدعم ديالكم، سمحوا لينا الا كنا كنساهيوكم، في امان الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
إذا انشططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة
وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مِرَاءً